مش هنعرفه في البرزنتيشن اللي معناها نيس وإيس جديد، لأن إحنا اتفقنا هي كونتنتس واحدة. الفرق الفايل نفسه اللي أنا هقدم بيه الدوسيه، هقدمه هارد كوبي، هقدمه سي دي، هقدمه عن طريق سوفت وير، أما الكونتنتس هي هي مفيش اختلافات. طيب البارت واي بيكون بدأ إزاي؟ تبتدي الأول الأبليكنت اللي هو كان شركة نفسها هتقدم أبليكيشن، تقدمها للهيلث أوثوريتي. الأبليكيشن دي لو اتاخد أوريدي عليها أبروفل هيبتدي إن هو الهيلث أوثوريتي عليها إن هي تبتدي تحضر الدوسير وتقدمه للهيلث أوثوريتي. طب لو الأبليكيشن دي الهيلث أوثوريتي وهي بتراجعها عايزة تعرف أي أديشنال إنفورميشن هتبعت للأبليكنت، والأبليكنت وقتها لازم إن هو يبتدي إن هو يحضر الريبلاي أو الريسبونس على الهيلث أوثوريتي. احنا هنشوف في الباثوي دون الخاص بسعودي FDA بالسعودية هو نفس الباثوي اللي هيكون تابع لأي هيلث أوثوريتي تانية، لأن في الآخر هو سيستم واحد، أنا بقدم الفايل واحد ولازم هيمر بنفس الستابس دي. طب أنا قدمت الدوسير بتاعي، الدوسير بتاعي لما أنا جيت إن أنا قدمته وكان already valid ولا not valid؟ لو valid يبقى أنا هخش على الستاب اللي بعدها. أما لو الدوسير بتاعي من الأول الكونتنتس ما هياش already according to the CTD أو الكونتنتس بتاعتي ماتش according to the module 1 اللي خاص بسعودي FDA، فبالتالي هيكون هيرجع لي تاني الدوسير بحيث إن أنا لازم إن أنا أعمل implementation لل guidelines according to سعودي FDA module 1، أو لو أنا بالنسبة لي module 2 3 4 5 كان الكونتنتس ماتش موجودة مثلا للمودلز، فبالتالي هيرجع لي الدوسير بتاعي إن أنا لازم أحضره according to guidelines. طب لو اوكي تمام خلاص الدوسير بتاعي، هيبتدي الدوسير يقسموه لكذا في evaluation process على حسب كل health authority، فهيقدم جزء documentation يبتدي ان هم يراجعوا الموديل من موديل 1 لموديل 5، وفي already جزء من documentations هتروح للديبارتمنتس المسؤولة عن الريفيو للداتا اللي خاصة بالتستنج الاناليسيس عشان يبتدي يحلل البرودكت بتاعي، وهيبتدي بعد كده يروح الدوسير بتاعي جزء منه للديبارتمنت او الجزء في الاوثوريتي اللي خاص بالانسبكشن، بحيث لو انا الهيلث اوثوريتي دي او الدوله دي عندها من ضمن الستبس اللي لازم يكون البرودكشن لاين بتاعي يكون معمول له انسبكشن واخد ابروفل، فبالتالي لازم يتاكدوا ان انا اللايسنس اللي انا خدتها لشركتي كان اللاين ده جه عليه انسبكشن واتاخد عليه ابروفل ولا لا، لاني لو جه اي انسبكشن من اي هيلث اوثوريتي المفروض ان انا من الاول بقول لهم انا بصنع ايه هي البرودكتس بتاعتي دي، عندي كام برودكشن لاين، فبالتالي هيجي يعملوا انسبكشن على السايت كله ولا لا، انا عايز يجي يعملوا انسبكشن على لاين معين عشان انا بتاجر المولكيولز دي انا مش مصدره مثلا للدوله دي، فانا مش عايز ان انا يجي يعملوا انسبكشن لباقي كل السايت، لا انا عايز لاين معين، فانا لو جيت بعد كده غيرت في البلان بتاعتي ووديت اي برودكت عايز اسجله وما كانش اللاين ده واخد ابروفل، فلازم وقتها يجي يعملوا انسبكشن على اللاين اللي هو انا مقدمه عليه الدوسج فورم الجديده اللي انا هسجلها. فيبقى بالتالي البرودكت بتاعي هيبتدي ان هو اول حاجه هيبقى للديبارتمنت الخاصه بالاسسمنت والدوكيومنتيشن هتبتدي تراجع الدوسير، وبعد كده الديبارتمنت الخاصه بالتستنج اكيد هقدم سامبلز عشان يحللوا البرودكت بتاعي، هقدم ديفرنس ستاندرد عشان يبتدوا ان هم اوريدي يعملوا الاناليسيز، وهيبتدوا ان هم يقرروا لو ان اللاين بتاعي دون ما هوش اوريدي ابروفد كبرودكشن لاين للسايت هيجي يعملوا انسبكشن علشان ناخد ابروفل على البرودكشن لاين. لو انا قدرت ان انا كل الفيزز دي او البروسيس دي ان انا اعديها وكانش في اوريدي اي ديفيشنسي، هبتدي ان انا اخش على الستيب اللي بعديها الستيب بتاعت البرايسنج. اخش البرايسنج هيبقى يكون في نيجوشيشن، انا هقدم انا بالنسبه لي كشركه انوفيتور او كشركه جينيريك انا عايز ان انا اوريدي اسعر البرودكت باكس برايس، كان اوريدي في النيجوشيشن دي يعني كان ان احنا اتفقنا كلنا كهيلث اوثوريتي وكافريكان كشركه اتفقت اوديت بالسعر، هيبقى اوريدي الابروفل الخاصه بالبرايسنج وخاصه بالريجستريشن لايسنس برودكت. اما لو ان انا اوريدي بالنسبه لي لا ما اتفقتش على السعر وممكن وقتها خلاص انا بقف على المرحله دي ومش هكمل البروسس للتسجيل لو انا شايف ان هو مش هيكون في اي بنك في الشركه عندي. البروسس دي ممكن تختلف في الترتيب بس في الاخر هو عندنا باثوي واحد لان نفس الستبس دي هتمر في كل الهيلث اوثوريتي.